ولازم تبعت نسخة الملف الأصلي. نسخة ملف خفيفة ممكن تبقى دي دبليو اف او بي دي اف او بيمكس، بحيث ان هو يقدر يفتح الملفات وتجر فيها. دي دبليو اف من المزايا الكويسة جدا، وتقدر تتصفح ملفات وممكن تحط كل الملف بتاعتك في ملف واحد. دي دبليو اف برضه البي دي اف برضه خفيف. البيمكس ميزته ان هو بيبقى حاجة 3D وسهل جدا ان هو يفتحه ويبص فيه ويتجول جواه. طيب الحاجة التانية لازم تكون مظبط السايت بتاعك، وتكون مظبط الاكس والواي والزد بتاعتك، بحيث ان ممكن يكون في كذا ملف مثلا انت المشروع بتاعك لكذا مبنى، فلما تسحبهم يبقوا في نفس الاماكن، ما تلاقيش حاجة بعيدة عن حاجة، ما تبقاش في حاجة طايرة. فلازم تكون مظبط الاكس والواي والزد، او مظبط السايت موديل بتاعك. السكيل يكون بتاعك واحد لواحد، ويكون سواء بقى هتشغل متريك او هتشغل بريال، بس المهم تكون موحد الشغل بتاعك، ما يبقاش في مبنى بقياس ومبنى تاني بقياس اخر، وحسب برضو العقد اللي مكتوب. لازم الفايل نيمينج بتاع الملف، انا عايز قبل ما افتح الملف اعرف الملف ده بتاع ايه، مجرد انا شفت الملف مش لازم افتحه، ما يبقاش مثلا ارقام غريبة، لا ده انا اول ما ابص عليه ده مكتوب فيه البروجكت اي دي، مكتوب فيه اسم الجزء لو الزون، موجود فيه اسم الدور واضح، مش اصفار واحد، لا ده مثلا جي ار جراوند مكتوب بي واحد، اعرف ان ده البيزمنت، مكتوب فيه رقم الدور، يعني مجرد ان انا اشوف الملف اعرف الملف ده بتاع ايه، ما اقعدش توه. يعني مثلا انا وانا شغال عايز افتح ملف معين، في اختصارات خلاص اتحفظت ومكتوبه في قلب العقد، وفي كذا كود ممكن تاخد منه الاختصارات ديت، بحيث ان انا اول ما ابص لو انا عايز لوحه سيكشن اعرف ان اللوحه بتاعت السيكشن، ما اقعدش افتح واجرب، لا هي لازم تكون اسامي الملفات من بره اسامي قياسيه، وموضوع بسيط، مجرد ان بيبقى فيه مثلا 3 حروف شرطه، 3 حروف شرطه، رقمين، بحيث ان خلاص عين الواحد اتعودت ان هو اول ما يبص يبدا يشوف الحاجه ويبدا يعرف الحاجات ديت. يبقى فيه لما تبعت الحاجه مثلا على اسطوانه بتبقى فيه فايل استراكشر، ما يبقاش فيه ملف جوه ملف جوه ملف جوه ملف، او فولدر جوه فولدر جوه فولدر، دي بتتوه، لا محتاجه الموضوع يبقى فيه تنظيم شويه للفولدرات، ما يبقاش فولدرات كتيره، لان ساعات الويندوز بيقرا عدد معين من الحروف، فلما بتقعد تحط سب فولدر كتير ساعات ما بيعرفش يقراه، فلازم يكون الموضوع منظم. لما افتح برضو سواء انا شغال على الملف الاصلي او مثلا الريفت مثلا او دي دبليو اف، يكون الفيوهات جوه الملف اسمائها واضحه، بحيث ان انا اول ما اقدر ابص اعرف ده الدور الكام، او ده بيعبر عن ايه، او يعني الحاجه اللي انا عاوزها الاقيها بسرعه. ففي برضه فيو نيمينج موجود في كذا كود، تقدر تطلع عليها، تقدر تتفق عليه، تشوف البلد بتاعتك شغاله بايه وتبدا تشتغل بيه. لازم انا ببعت الملفات ما يبقاش فيه حاجه مخفيه نسيتها، يعني مثلا انا شغال خفيت عمود، فيجي يطبق ما يلاقيش العمود، طب في العمود، لا ده انا عملته هيدن، استنى ارجع اظهره لك، لا لازم يكون ظاهر. بالمناسبه كان في واحد شغال في حمام السباحه، وكان كل مره الراجل يقول له خد ننضف اللوحه عشان نحط بقى فيها حاجات حمام السباحه او البامب روم، ما كانش بياخد باله، كان بيلغي الاعمده، فكان بيطلع كل اللوح من غير عمدان، بحيث ان هو سهل على نفسه، ما اعرفش ان العمود ده حاجه مهمه في المشروع، كان فاكره ديكور او شكل جمالي، فعشان كده كان بياخدش وقت كتير في البامب روم، لانه ما بيعملش كوردينيشن مع الشغل انشئ. المهم لما تبعت الملف على لاست سيفد فيوز يبقى مفيش حاجه مخفيه ومحتاجه ان تظهرها، مفيش كتابات مش موجوده، مفيش حاجه فوق حاجه، مفيش كلمتين فوق بعض بحيث ان الواحد مش عارف يقرا الحاجه، مفيش فونتات غريبه او كبيره، لازم الحاجات دي كلها نظبطها قبل ما نبعتها، بحيث ان ما يبقاش في ما تقعدش تحصل نوع من الاتصالات السيئه، لا في حاجه ناقصه، في حاجه مش موجوده. الشتات لازم كلها تبقى مكتوبه بطريقه كويسه منظمه، معروف فين مكان اخر مراجعه، من اللي راجع، بحيث ان انا لو حبيت ان انا استفسر عن حاجه الجايد ظاهر، مفيش جايد بره الاطار بتاعه. كل الحاجات دي مهمه جدا، لان دي يعني من واقع العمل بتعمل مشاكل كتيره.
مفيش لوحة مثلا مش مكتوب فيها التاريخ المراجعة، او مش مكتوب فيها السب كونتراكتور او كونتراكتور، يعني مبقاش فيه معلومة ناقصة، ويكون كل الحاجات اللي فيها موجودة.